تحية طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هاشتاغ سبورت. نحن معكم في حلقة أسبوعية كل ثلاثاء التاسعة مساء، نتواصل معكم من خلال حسابنا على تويتر هاشتاغ سبورت ناو. ونبدأ حلقة اليوم بأبرز عناوينها. ملوك مدريد يعزفون لحن 11 منفردين في سيادة أوروبا. نجوم عالميون من أصول عربية تحلق في سماء اليورو. وفي هاشتاغ سبورت أيضا، هل يقضي ميسي على مقبرة الأساطير في كوبا أمريكا؟ إذن أهلا بكم. توج ريال مدريد بطلا لأوروبا للمرة 11 في تاريخه بعد فوزه بركلات الترجيح على أتلتيكو مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف في ميلانو، ليرسخ بذلك سطوته على عرش أوروبا. التقرير التالي والتفاصيل. للمرة 11 يا أوروبا، إنه ريال مدريد رمز الهيمنة والبطولات وسيطرته على كبرى بطولات الأندية في عالم كرة القدم. إنه ريال مدريد الذي حول موسما للنسيان مثلما لقبه الكثيرون إلى موسم الملوك بامتياز. ريال مدريد الذي لم ييأس، واصل العمل حتى الثواني الأخيرة، فخضعت له 11 بأمر من زيدان ورجاله. الريال استمر في صناعة التاريخ على حساب غريمه وجاره أتلتيكو مدريد، محرزا لقب 11 له في دوري أبطال أوروبا بعد أن هزمه في النهائي الذي أقيم على أرضية ملعب سان سيرو، وذلك بفضل ركلات الحظ الترجيحية بعد التعادل على مدار الأشواط الأربعة ولمدة 120 دقيقة بالنتيجة الإيجابية هدف لهدف. وأنهى الريال الشوط الأول لصالحه بهدف مثير للجدل أحرزه المدافع سيرخيو راموس في الدقيقة 15، وسنحت الفرصة أمام أتلتيكو في بداية الشوط الثاني لتعديل النتيجة بحصول فرناندو توريس على ضربة جزاء، لكن الفرنسي أنطوان غريزمان أهدر الفرصة وسدد الكرة في العارضة في الدقيقة 48. ورغم هذا أنقذ البديل البلجيكي يعني كاراسكو فريق الأتلتي وسجل هدف التعادل في الدقيقة 79 ليدفع بالمباراة إلى الوقت الإضافي قبل أن تبتسم ركلات الحظ الترجيحية في نهاية المطاف لصالح الملكي الذي سدد 5 ركلات بنجاح في شباك أوبلاك، فيما ردت عارضة نافاس تسديدة أخوان فران الرابعة لصالح أتلتيكو ليتوج الريال بطلا لأوروبا للمرة 11 في تاريخه. أرحب مشاهدينا هنا في الاستوديو معي الصحفية الرياضية عفراء الجول. عفراء أهلا بك معنا. إذا ريال مدريد ينجح، زيدان ينجح فيما عجز عنه الكثيرون، زرع روح الفريق والتنافس مرة أخرى في ريال مدريد. يعني الذي حققه زيدان طبعا أمر يكاد لا يصدق، يعني بعدة أشهر انقلب النادي يعني رأسا على عقب مع زيدان نحو الأفضل، نافس على لقب الليغا، حل من المركز الثاني بعد أن كان الريال يعني بعيد عن برشلونة بفارق 12 نقطة، لم يعني بالكاد خسر أي مباريات، طبعا خسر أمام أتلتيكو مدريد، ولكن لم يكن أحد يتوقع فعلا أن يحسم الريال هذه السنة لقب دوري الأبطال ومع زيدان. العديد قالوا أنه مدرب قليل الخبرة، لن يتمكن، ربما هو يعني مدرب مؤقت استخدمه بيريز بدلا عن بينيتيز. نعم، لكن هذا لا ينفي أن زيدان أخطأ تكتيكيا في الشوط الثاني من المباراة، وربما كان سيكلفه الأمر كثيرا. طبعا تبديل توني كروس هو ما يعني ما أثار حفيظة الجماهير، ولكن بعض الناس قالت أنه ربما كان كروس متعبا أو مصابا، ولكن نحن ربما لم ننتبه إلى ذلك. ولكن زيدان صحيح أنه يعني بقلة خبرته تعامل مع النهائي، بالسيميوني هذه ثاني يعني مرة يصل إلى النهائي في خلال السنوات الثلاثة، ولكن زيدان أعطى الثقة، يعني حركة جميلة بإعطائه الثقة لفاسكيز بأن يبدأ مثلا بضربات الجزاء، أعطى ثقة للشباب. لكن كان يعني هذا سيكلفه كثير لو أن الشباب لم ينجحوا في تسجيل الكرات. هي خيط رفيع بين المخاطرة وإعطاء الثقة، إما أن يعني أما أن تصيب وإما أن تخيب. أتلتيكو مدريد غابت عنه روح التنافس القوية، ما الذي سبب ذلك؟ يعني نحن رأينا أتلتيكو مختلف تماما عن الذي رأيناه ضد بايرن ميونخ وضد برشلونة. الحقيقة أن يعني الحق يقال أتلتيكو لم يلعب. هل تأثر بخسارة الدوري؟
يعني لا أعتقد أن خسارة الدوري يجب أن تؤثر على أدائه، لأنه فريق الآن يعني منضبط الصفوف، مخضرم، سيميوني أصبح يعني خاض نهائيات كثيرة، يعلم ما الذي يفعل، ولكن ربما تفاجأ أتلتيكو بالهدف الذي تلقاه في الشوط الأول، وهو ما يعني ربما أضعف روحه، ولم يعني يتوقع بأن يخسر بهذا الشكل، رغم أنهم كانوا قادمين ليثأروا من الريال، ولكن السيناريو أصبح منقلبا. خسارة هذا الدوري للمرة الثانية خلال 3 سنوات، سيميوني الآن محبط بعد كل هذا الجهد والتعب، هل بدأ يفكر في مستقبله مع أتلتيكو؟ يعني طبعا سيميوني مدرب كبير لا شك في ذلك، وأعتقد يعني بنظري وبنظر الكثيرين صحيح أن الألقاب الأوروبية تغيب عن خزائن الأتلتيكو الآن، ولكن برأيي سيميوني يستحق أن يكون يعطى له لقب أفضل مدرب ربما في أوروبا، لأنه مدرب كبير فعل بأسماء قليلة وبمدة قصيرة ما لا يستطيع الكثيرين فعله. أفرا، أرجو أن تبقي معي. مشاهدينا، نحن نتوقف مع فاصل قصير. هاشتاغ سبورت مستمر معكم، أرجو أن تبقوا معنا. هاشتاغ سبورت، أهلا بكم من جديد مشاهدينا. نجح الكثير من اللاعبين من ذوي الأصول العربية من تقديم أنفسهم كمواهب مميزة على الساحة الأوروبية، وهذا الأمر أجبر المنتخبات على ضمهم، ولعل من أشهرهم على الإطلاق هو زين الدين زيدان الجزائري الأصل، والذي حقق مع منتخب فرنسا بطولة يورو 2000 وكأس العالم في عام 1998. في هذا التقرير عرض لأبرز العرب المشاركين مع منتخبات أوروبية في هذه النسخة من يورو. في اليورو القادم سيشارك مجموعة من اللاعبين ذوي الأصول العربية لتمثيل منتخبات أوروبية، لعل أبرزهم البلجيكي مروان فيلاني الذي عانى كثيرا في هذا الموسم نظرا لما قدمه من أداء سيء رفقة مانشستر يونايتد، ولكن اللاعب ذو الأصول المغربية يقدم دورا فعالا رفقة منتخبه البلجيكي، وهو أحد أهم أضلاع المنتخب الأوروبي. بدوره يمتلك سامي خضيرة سجلا كرويا حافلا، فهو قدم أداء جيدا رفقة ريال مدريد ونجح في حصد العديد من الألقاب على الصعيد الندوي والمنتخب الألماني، فكان أحد أفراد الفريق الذي حقق بطولة دوري أبطال أوروبا رفقة النادي الملكي في موسم 2013 و2014، وكان مشاركا مع منتخب المانشافت في كأس عالم عام 2014 عندما توج بطلا لأكبر بطولة كروية عالميا. في حين تضرر اللاعب ذو الأصول المصرية ستيفان الشعراوي من كثرة إصاباته، فبدأ اللاعب مسيرته مع ميلان بطريقة جيدة جدا، وشبهه الكثير بالنجم الإيطالي أليساندرو ديل بييرو، وبعد إعارته إلى روما قدم أداء قويا واستعاد الكثير من مستواه. اللاعب كريم بالعربي ولد في برلين من أب مغربي وأم ألمانية، وبدأ مسيرته الاحترافية الحقيقية رفقة بايرن ليفركوزن في موسم 2011 و2012، وفي موسم 2014 و2015 شهد الانفجار الحقيقي للاعب، إذ شارك مع الفريق الألماني في 46 مباراة في مختلف البطولات مسجلا 13 هدفا، مما أجبر لوف على ضم اللاعب إلى قائمة المانشافت في أكتوبر من عام 2014. عفرا، أهلا بك معنا مجددا. استدعاء فاليني للمنتخب البلجيكي غريب بعض الشيء، اللاعب لم يقدم المستوى الكبير مع مانشستر يونايتد. نعم، مدرب المنتخب البلجيكي طبعا يحبه كثيرا، نصحه بأن يترك مانشستر يونايتد في مطلع العام، قال أنه لا يأخذ فرصته كثيرا، وأي مدرب لا يحب اللاعب الذي يبقى احتياطيا، وطبعا ببقاء احتياطيا يقدم مستويات عادية وأقل من عادية. ولكن لا ننسى أيضا أن فيلايني هو قاد منتخب بلجيكا للتأهل لليورو، حيث أنه سجل 6 أهداف سجل في مباريات حاسمة، وهذا ما جعل قرار اختياره ربما يعني شبه مؤكد. نعم. سامي خضيرة كما تابعنا يعني استعاد مستواه مع اليوفي، هل سيشكل إضافة للمانشافت؟ نعم طبعا، سامي خضيرة بعد أن لعب بالدوري الإيطالي سمعنا ورأينا تصريحات كثيرة منه تقول أنه تعلم كثيرا من أسلوب اللعبة أو الكرة الإيطالية، تعلم يعني طبعا نحن نعلم أنه لاعب يصاب كثيرا عندما نعم. كان في ريال مدريد، والآن يعني مدخن بالإصابات عفوا، الآن تعلم يعني بدنيا أصبح أفضل، تعلم من الدوري الإيطالي كونه يعني دوري تكتيكي عالي جدا، وأتوقع أنه سيضيف جزءا من خبرته مع اليوفي إلى المانشافت.
الشعراوي أنقذه روما من دوامة موناكو وعاد له ألقه القديم، هل سيكون على قدر المسؤولية مع الأزوري؟ طبعا راينا الشعراوي يعني اول ما بدا يعني ان يظهر في الميلان قدم مستويات جيده، ولكنه طبعا ظلم كثيرا لان ربما اداره الميلان ظلمته والاصابات ايضا ظلمته. بعد ان ذهب الى روما الان الشعراوي يعني سجل 8 اهداف وصنع اسيستين في يعني نقول منذ 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 الشهر الاول، يعني بعده شهور قدم مستوى رائع، بدا فريقه يعود من جديد. ولكن بشكل عام الازوري يعاني من مشكله حقيقيه في العقم الهجومي، الجميع يتكلم عن العقم الهجومي للمنتخب الايطالي، الدفاع يعني مرصوص، نعرفه دفاع اليوفي والوسط ربما هنالك بعض الاصابات، ولكن الهجوم يعني مقارنه بالاسماء التي كنا نسمعها اسماء مهاجمين المنتخب الايطالي مقارنه بالان يعني لا شيء يعني، ولكن ننتظر من الشعراوي ان يقدم مستوى جيد مع الازوري. اذا تتبقى ايام قليله على موعد انطلاق منافسات بطوله الامم الاوروبيه يورو 2016، وكالعاده تاتي جميع الفرق في تلك الفتره لتكشف عن قمصانها الاساسيه وتصاميمها الجديده للترويج لها بين الجماهير، املا في تحقيق مكاسب ماليه من بيعها في الاسواق الخاصه بالشركات المنتجه لتلك الملابس ذات المواصفات الخاصه. إلى كوبا أمريكا حيث استعصى لقبها في الماضي على العديد من النجوم البارزين رغم تألقهم في فعاليات هذه البطولة، ومنهم الأسطورة البرازيلي بيليه والأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا وأرسينيو إيريكو نجم الباراغواي السابق. وكان آخر هؤلاء النجوم الذين استعصى عليهم لقب كوبا أمريكا هو ميسي، إذ فشل حتى الآن في قيادة منتخب بلاده إلى الفوز باللقب في النسخ الثلاث الماضية، فهل تكسر العقدة في الولايات المتحدة الشهر المقبل؟ ما من شك في أن كل من البرازيلي بيلي والأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا وليونيل ميسي يمثلون حقبة تاريخية في تاريخ كرة القدم، ولكنهم جميعا تعرضوا لصدمة هائلة في بطولات كأس أمم أمريكا الجنوبية. وعلى مدار مشاركات كل منهم في البطولة استعصى اللقب عليهم، وإن كانت الفرصة لا تزال سانحة أمام ميسي لتغيير هذا الواقع المؤلم لأساطير كرة القدم. ويبدو أن لعنة كوبا أمريكا استحوذت على ميسي أيضا، إذ فشل اللاعب المتألق مع برشلونة الإسباني في الفوز بأي لقب في كوبا أمريكا حتى الآن. وخاض ميسي البطولة القارية للمرة الأولى في 2007، واستطاع الفريق الأرجنتيني في هذه النسخة التي استضافتها فنزويلا، إذ قدم عروضا رائعة وسجل العديد من الأهداف حتى بلغ النهائي، لكنه سقط أمام نظيره البرازيلي بثلاثية نظيفة في النهائي. وعلى غرار مارادونا عام 1987 تعرض ميسي الفائز آنذاك بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في عامين متتاليين لصدمة هائلة في كوبا أمريكا 2011 بالأرجنتين، حيث ودع مع الفريق البطولة بالهزيمة أمام أوروغواي بركلات الترجيح في دور الثمانية. وبدا أن الفرصة سانحة لتعويض هذا الإخفاق من خلال كوبا أمريكا 2015 في تشيلي، ولكن الفريق الأرجنتيني لم يحقق التوقعات المرجوة أيضا، وسقط بركلات الترجيح أمام منتخب تشيلي في النهائي ليفشل ميسي مجددا في الفوز باللقب القاري.
وبالطبع ما زالت الفرصة سانحة أمام ميسي لكسر هذه اللعنة والتتويج بلقب كوبا أمريكا في الولايات المتحدة الشهر المقبل. عفراء، هل يكسر ميسي العقدة هذه المرة؟ يعني طبعا الآن الخوف من عدة عوامل يتأثر بها ربما ليونيل ميسي. العامل الأول طبعا هو تعرض لإصابة طفيفة على مستوى الأضلاع في لعبتهم أمام هندوراس، واضطر إلى يعني الجميع خافوا من هذه ربما الإصابة، لم نعلم تماما ما هو وضعه. يعني طبعا هو عاد الآن المشاركة في التدريبات، والأمر الآخر هو ذهابه إلى برشلونة مرة أخرى، يعني اضطر أن يترك المعسكر ويذهب لي من أجل قضية محكمة الضرائب لكي يمثل أمام القضاء وهذه الأمور. طبعا هذه الأمور دائما تؤثر على اللاعبين، ولكن يعني من الصعب جدا أن يترك هذه الأمور ليونيل ميسي ويركز على هذه البطولة القارية التي ربما هي الأغلى والأهم لمنتخب الأرجنتين في هذه الفترة. ربما باتت تشكل ضغوط كبيرة عليه، الجماهير تريد أن يفوز باللقب. ليس فقط ليونيل ميسي، ولكن بشكل عام في الآونة الأخيرة، يعني المنتخب الأرجنتيني خسر نهائيين. نعم. خسر نهائي كأس العالم وخسر نهائي كوبا أمريكا أمام تشيلي، والآن سوف يلعب مع تشيلي بالمجموعة. يعني الموضوع صعب لأن المنتخب يزخر بالأسماء الكبيرة التي ربما لن نرى هذا الكم من الأسماء النجمة المتألقة في المنتخب إلى زمن طويل. فهذا هو الآن الوقت الحاسم الذي فعلا يجب على الأرجنتين أن تحقن الدماء المتعطشة لهذا اللقب وأن تستطيع تحقيق اللقب، خاصة أن يمكن أن يكون اللقب الأخير للعديد من الأسماء في المنتخب. هل ربما تشكل الفرصة الأخيرة لميسي لنيل الكرة الذهبية؟ بالتأكيد، لأن يعني برشلونة الآن حقق فقط لقب يعني الدوري. لقب دوري الدوري الإسباني وطبعا والكأس، ولكن إذا يعني ليونيل ميسي استطاع أن يحصل على كوبا أمريكا سوف تكون المنافسة بالتأكيد شديدة، لأن طبعا كريستيانو رونالدو حقق لقب الشامبيونز ليج مع ريال مدريد، ولكن وسواريز المتألق طبعا الإضافة الأكبر. نعم، أشكرك جزيلا عفراء الجولة الصحفية الرياضية، كنت معي في هذه الحلقة. شكرا لك. فاصل قصير مشاهدينا ونتابع هاشتاغ سبورت، ابقوا معنا. هاشتاغ سبورت، أهلا بكم من جديد. قاد السوري عمر السومة فريقه الأهلي للتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي لكرة القدم بعدما سجل هدفين ليقود فريقه لفوز صعب على النصر بهدفين لهدف، ويعد هذا اللقب هو 13 للأهلي في تاريخه، كما أنها ثاني مرة يحقق فيها الفريق الثنائية. يذكر أن النصر كان قد حقق ثنائية الدوري وكأس الملك مرة واحدة في موسم 1981-1980. من القاهرة ينضم إلينا شريف عبد القادر، مدير تحرير موقع رياضة.com. سيد شريف، أهلا بك معنا، قراءتك لمجريات اللقاء، الأهلي كأنه تحكم بكل شيء. الأهلي قدم مستوى جيد على الجانب الهجومي، لا سيما في الجانب الأيمن، مستغلا قدرات لاعبه حسين المجاوي في الانطلاق، واستغلال الجانب ضعف الجانب الأيسر في دفاعات النصر، وإرسال عرضيات كثيرة من هذا الجانب، وهذا وضح يعني أمام في هدفي النصر، في هدفي أهلي جدة تحديدا، في استلام عمر السومة لكرة الهدف الأول أو لكرة الهدف الثاني. التغطية الدفاعية للنصر كانت غير جيدة في الكرتين. نعم شريف، ماذا عن النصر الذي أفلت المباراة بيديه وبأخطاء دفاعية؟ النصر كان يعيبه في تلك المباراة، لا سيما في الشوط الأول، التمركز الدفاعي، والذي وضح في كرة الهدف الأول التي ارتدت من حارس المرمى، ومع ذلك لم تجد من يبعدها عن منطقة الجزاء، وكان يفتقر النصر أيضا إلى التمركز الدفاعي الجيد تحديدا في الكرات العرضية.
قد يكون النصر كان يغلق المساحات في ويمنع اهلي جده من الهجوم من العمق، ولكن في نعم الكرات العرضيه كان ضعيفا نعم جدا. نعم دور عمر السومة في حسم المباراة. بخصوص عمر السومه فهو لاعب جيد على المستوى على المستويين البدني والمهاري، يجيد الارتقاء والتسجيل براسه او السيطره على الكره ارضا، كذلك لديه مهارات التسديد عن بعد، وكلها مهارات تمكنه نعم من ان يكون في صداره المشهد نعم السعودي حاليا شريف على شريف عبد مستوى الجمهور. القادر مدير تحرير موقع رياضة دوت كوم، أنا أشكرك جزيلا على هذه المداخلة. بطولة فرنسا المفتوحة أو ما يعرف ببطولة رولان جاروس هي إحدى بطولات الجراند سلام لكرة المضرب، انطلقت سنة 1891 وبدأت أول دورة نسائية سنة 1897، وأصبحت محطة كبيرة في تقييم نجاحات النجوم وتخريجهم إلى أعلى سلم التصنيف العالمي. أكثر من حقق بطولة رولان جاروس هم اللاعبان الإسباني رافائيل نادال والفرنسي إنريكو شي بتسعة ألقاب، كما يعد الماتادور رافائيل نادال أكثر من حقق بطولة فرد الرجال بواقع تسعة ألقاب. أرقام نادال القياسية لم تتوقف عند هذا الحد، إذ يعد الإسباني أكثر من حقق ألقاب متتالية بحصده لخمسة ألقاب من 2010 إلى 2014. على صعيد السيدات تعد مارغريت سميث كورت أكثر من حقق البطولة وبرصيد 13 لقباً، في حين تعد إيلين ويس مودي وإيدا سبريلينغ ومونيكا سيليس أكثر من توجن بألقاب متتالية بواقع ثلاثة ألقاب. من جانب آخر يعد مايكل تشانغ أصغر من حقق البطولة بعمر بلغ 17 عاماً وثلاثة أشهر، بدورها حققت ماتس ويلنر اللقب وعمرها 17 عاماً وتسعة أشهر. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية حلقة اليوم من هاشتاغ سبورت، موعدنا يتجدد الأسبوع المقبل، حتى ذلك الحين هذه تحية معد البرنامج مهند حزين، إلى اللقاء.